الاستغفار بين الحقيقة والتنظير، لزوم الاستغفار، كم نبقى في الاستغفار، ما الذي علينا أن نفعله مع الاستغفار؟ هذا درس مختصر لدرس مطول قد أسهبت به، ولربما كان فيه 40 دقيقة من أمور كثيرة، لكن لأصحاب الباقات القصيرة قلت سأجعل رابطين، واحد قصير مقصر يعني ومختصر يعني، والثاني يعني فيه تفصيل، فلك أن تختار. نبدأ على بركة الله، لأنه هذا الذي أبدأ به هذا الدعاء يفتح علينا وعليكم فيه الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، الاستغفار، إن خير من شرح الاستغفار، هناك تعليق، من خلال التعليق أنا أبني درس جديد ودرس آخر ودرس آخر من باب التعليق. إن خير من شرح الاستغفار هو الشيخ الفلاني، جزا الله خير أن لا نعيب، لكن يعني هل نحتاج إلى هذا الشرح؟ مثلا قال المولى عز وجل: فقلت استغفروا ربكم، وقال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، وقال لبني إسرائيل قولوا حطة، اعمل كذا وسترى ماذا سيفعل المولى عز وجل. فهو من باب التصديق. فحبيت أني أقول لك، أنا طبعا لا أجيب هذا الشخص، لو أردت أن أجيبه لكن أجيب يعني كل من يفكر بهذا التفكير الصيغة وكذا. الحمد لله رب العالمين، بال 2015 هذا الكلام كنت تكلمت في الدرس المطول، بال 2015 لم أسأل أي شخص. فعندما تقول استغفر، ماذا قلت؟ أستغفر الله ولا أستغفر الله ولا ماذا قلت؟ قلت الذي قلته فغفر الله لي وأعطاني، وأمطر الله السماء بالصيف، وقضى عني دين 80,000 دولار وأكثر، وتغيرت حياتي من 2015. قلت ما قلت؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أستغفر الله. هذا الذي قلته، فتح قصر همزي ما كانش بحسابي، علم الله ماذا أريد، الحمد لله رب العالمين. فالتنظير لا مكان له هنا، والله لا مكان له. كل واحد ينظر لا تسمع له. إذا جاءك وقال لك أنا عملت كذا وكذا وقطفت ثمار كذا وكذا، كله كيف، هذا استوقفه وأطلب التفصيل منه. أي شخص بيقول لك أنا عملت بالاستغفار، أنا عملت بالحوقلة، أنا عملت بالصلاة على رسول الله، مش بيقول لك عملوا، هذا عملوا ما لكاش علاقة فيه، اصل للي عمل. إذا بيقول لك أنا عملت، وأنت أنت يا أخي لازم تعمل حتى تصير عندك حقيقة شيء، حقيقة الاستغفار، حقيقة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة شيء. ثم يأتي آخر وينظر: قليل متصل خير من كثير من القطع. هذا تنظير. اسمع ده فهمك كمان شيء، لازمنا استغفار 30,000 استغفار، فأعطانا الله كل شيء الحمد لله رب العالمين. الأربع مرات سورة البقرة أعطانا الله أشياء عجيبة، نعم الحمد لله رب العالمين. عندما قرأت دبين هذا حقيقة، والله أنا أتكلم من حقيقة أعيشها. قبل سورة البقرة، قبل سورة البقرة وقبل الاستغفار، قبل الاستغفار يعني قبل 2015 كنت أعيش مع الواقعة كل يوم مرة، وسورة ياسين كل يوم مرة، الواقعة للفاقة وسورة ياسين لما قرأت له. هل أخذت شيء؟ ولا شيء. حسنات جميل، كما تأخذ أنت حسنات. هل تحقق لي شيء من الواقعة؟ لا. لكن أنا كنت أقرأها مرة، كان في أحد التعليقات عندي من الأخوات قالت لي إني أقرأ الواقعة 7 مرات كل يوم، وفيها فتح من الله خير كثير. شفت وين وصلنا؟ وصلنا للإكثار، للإكثار. وصلنا لسورة البقرة 4 مرات إكثار، وصلنا للاستغفار اللي فيه إكثار، وصلنا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها إكثار. قلنا المقايضة التي لا تزبط في مرة فأكثر، عيدها 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 حتى يرى الله صدقك فيعطيك الله. نعم، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعيفة يا إما قالها يا إما لم يقلها، ما في شيء بالإثنتين، بين الإثنتين. عندما تكثر، فأنا بالنسبة لي حديث، لأنه الحديث تبع الذي يخص الواقعة ضعيف، والذي يخص سورة ياسين فهو كيف قالوا عنه موضوع. ولكن عندما تكثر وتأتي النتيجة، تأتي النتيجة، فينتهي هذا الحديث إنه موضوع أم مكذوب.
ليش هني بحطوا موضوع أو مكذوب أو كذا؟ الرواة الذين رووا الحديث لا يؤخذ من علمهم، ولكن ربما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لكن الذين نقلوا الحديث لا يؤخذ بعلمهم، مش أهل لنقل الحديث وأن يمنى عليه، ولكن لو عشنا هذه الآيات حتى تحققت سيغير الله حالنا. أنا سبحان الله بس عشان أبين بالإعادة إفادي، وسيكون هذا الدرس قلنا مختصر في قبل 20 سنة، 22 سنة تقريبا، هذا الدرس موجود في الدرس المطول، أخذت اسم يعني كان في حلقة لأخونا محمد مجاهد المعبر المغربي، قال إنه يستعمل اسم اللطيف في حل رموز الرؤى، يعني هو يستعين باسم اللطيف، يعني يدعو الله باسم اللطيف فيأتيه الفرج. أنا استعملت هذا والله قبل اسم اللطيف، السبب بيّن كل الصيغة، لربما قبل 22 سنة في موضوع جدا حساس جدا جدا معقد جدا جدا، كان يخص شخص أنا بهمني هذا الشخص، ودعوت له في اسم اللطيف هكذا دعوت، يعني إشي حساس جدا 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 يعني لا ينجيه منه إلا الله، لا أريد أن يعني أفصل، ممنوع أفصل. قلت يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يعني 100 مرة يا لطيف، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب، اللهم ارزقنا، وأسمي ماذا أريد. هاي مرة، ثم عيد كمان مرة، هاي مرتين كمان مرة، 3 مرات، يعني يا لطيف يا لطيف 100، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب، اللهم ارزقنا، مثلا بدي أقضي ديني، مثلا أنا طلبت إشي أكبر من هيك بكثير، مش مال، ونعيد هذه الكرة 100 مرة، يعني 1000 مرة بتصير يا لطيف أو أكثر، لأنه كانت ساعات طويلة، أنا بتذكر أني تعبت وأنا أدعو، وبتصير تتخربط بال يا لطيف 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 يا لطيف، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، على رأس 100 مرة. فالله أعطاني سبحان الله بجلسة واحدة أعطاني مسألتي، وكان إشي كبير والله كثير، لا بنفعش أتكلم فيه، ما علينا. وأمر آخر هذا كمان، يعني كان في درس لأخونا محمد مجاهد، إنه من قرأ آخر آية من سورة الكهف، آخر آية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا إنسان مؤمن تقي قريب من الله. لو قال للمولى عز وجل في هذه الآية بعد ما أنهاها، يا رب أنا أريد أن أفيق على قيام الليل في الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء، أو أريد أن أفيق إلى صلاة الفجر، سيوقظك الله. والله إني استعملته أنا لمدة 20 أو أكثر من هيك 20 سنة لهذا الدعاء. تعرف شو كان كماذا كان يحصل؟ والله قبل صلاة الفجر مرات تبقى متأخر بالنوم، هذه اليدين تبدأ يعني وجع أو جاع قبل صلاة الفجر، لا أستطيع لا أتحملها، فأفيق. والله خلص أنت طلبت فالله يعطي، لكن التصديق والإيمان. 20 سنة وأنا مداوم، عندما تركتها والله تركتها، عندما قلت لكم أني أخذت أني أستغفر أني أعيش اليوم، يعني من صلاة الفجر يبدأ يومي إلى الساعة 10 مساء، وهكذا من الفجر أبدأ نهاري حتى 10 عندما بدأت أقرأ سورة البقرة 5 مرات تركتها، وعندما تركتها وإذا درس لأخونا محمد مجاهد يتكلم عن هاي وكأنها رسالة من الله ارجع إليها، فبدأت أعود عليها، ويعني أنا يعني الحمد لله. المهم القرب من الله، لازم يكون لك سر، لازم الله بده يبين لك أنه موجود، وإذا سألته أعطيته، مش كل شيء تسأل تسأل فش فش كل شيء فش كل شيء فش. فعندما أقول لك في يوم الجمعة ساعة قبل المغرب في استجابة الدعاء، فأنت مع الله لم يستجب لي كل الوقت، هل بده يستجب لي يوم الجمعة؟ هذا هو، لازم تعرف الله بالاستغفار، لازم تتوجه إلى الله. ما ألمت بك مصيبة مباشرة أدخل في صلاة، أدخل في صلاة. ألمت عليك مصيبة يجو بدهن حدا بده منك فلوس وانت مش عارف تدبر حالك، قل له لحظة يا أخي بدي أفوت أصلي ركعتين هيك، أو أدخل أصلي ركعتين لله ما يكون الوضع مش مخربط،
ادعو. لازم أول شيء تتوجه إلى الله، لازم تعرف الله منعك الصحة ومنعك المال ومنعك الرزق كله عشان تعرفش الله. صحيح أنت متفلت، وهي واحد زائد واحد، يعني الاستغفار الكثير هي واحد زائد واحد. أنت أسأت للناس مليون مرة بدك تستغفر مليون مرة، أسأت 100 مليون مرة بدك تستغفر 100 مليون مرة. اتبع السيئة حسنة، الذنوب بينك وبين الله والسيئات بينك وبين العباد، فبدك ترجع، هاي واحد زائد واحد. لكنك المشكلة أنت مش عارف الله، وبالآخر تطلع مش عارف الله. عما تستغفر بدك فلوس، يعني اعطيني الفلوس وخليني حل، شو بدي فيك يا ربي؟ ولا بدي، لا بدي خلاص انا بصلي هيك على كيف بعرف كيف بدي. والله بعمال يمنعك عشان اقول لك انه هو جل في علاه موجود. اساله ليه بتسال البنك، وليش بتسال المحامي، وليه بتسال عمك وبتسال خالك، ولا تسال الله؟ لانك مش متاكد انه يعطي الله، لانك انت باني حساباتك ان الله لا يعطي، ان الله لا يستجيب. وربما انت بتربط هذا عدم الاستجابه بكثرة ذنوبك. فاقبل على الله، قل يا ربي انا ملان، انا خلقتني من طين، انا انسان متفلت عايف حالي، صلحني يا ربي واعطيني مسالتي، وكفيني همي، وخذني اليك وانت راض عني. يا ربي اقضي لي في هذه الدنيا حياه طيبه، بين لي يا رب، كتبت ناس من اهل الصلاح والفلاح، اكتبني معهم يا الله، اجمعني بالرسول عليه الصلاه والسلام، قل له بسجودك سجود مطول، يا ربي انا مش عارف ادبر حالي، تولى امري يا ربي، هيئ لي هيك من اراد الله به خير، صرفه عن السوء او صرف السوء عنه. فاسال الله خلاص كل مشكله بتصيبك، يا ربي صلي، انزل على الصلاه وابدا صلي صلاه طويله هيك، سجود طويل بالظهر بالعصر بالمغرب بالعشاء، وانت بتلم فيك هالمصيبه، واترك لك شيء في اخر الليل. لازم تعرف انه الله يعرف انك انت دائما متوجه لله، انت من عباده تتوجه الي. اول ما تسال يا ربي شو اعمل، يا الله مش شو اعمل، وين التلفون؟ بدي تلفون، بدي اتصل بالمحامي، بدي اتصل بامي، بدي اتصل بابوي، طيب وين الله؟ فهم؟ هنا ننهي ان شاء الله الدرس المطول المفصل في هناك، الاستغفار مع معرفة الله، لأنه ما منعك إلا ليعطيك ويعرفك أنه الذي أعطاك هو الله، عشان تقبل على الله مش على بنك ولا على مدير ولا على أخو ولا على هاي، وتعرف أن رزقك عند الله، كل شيء عند الله. هنا تتوكل على الله حق التوكل عشان يرزقك كما يرزق الطير تغدو خمصا وتعود بطانة. تعليقاتك ونشر هذا المحتوى، من يريد أن يأخذ التفصيل الأكثر والأوسع سيكون في هناك فيديو، أعتذر على الفيسبوك فقط 35 دقيقة بيطلع صوت، فممكن تنتقل على اليوتيوب بعد ما تنزل الحلقة، لأنه بأخذ وقت ما بين اليوتيوب والفيسبوك تتنزل هذه الحلقات بأخذ وقت، فأنا أعتذر وعلى أنه بعد 35 دقيقة بيذهب الصوت، فيش صوت، فانتقلوا إلى اليوتيوب وكملوا الباقي. اللي كله كلام طيب نعرف الله فيه، مش الصيغة ولا مش الصيغة، استسلم لله، خلاص سلم أمرك لله وسيعطيك الله، وابقى مع الاستغفار حتى ألقى الله، وابقى مع سورة البقرة حتى ألقى الله، واستسلم يا رب أنا راضي إذا كنت راضي، فهذا مراد الله، خلاص استسلم. هيك دين يا ربي بدك يعني بدين، خلاص دين، سيكشف الله أنك كل شيء، صدقني سيعطيك، بس مش نعبده عشان نصير مليارديرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشروا، واللايك الدل على الخير كفاعله، لايك ينشر، وهذا خير إلك أنت كمان، خير للمسلمين، وجزى الله خير الجزاء مشايخنا وعلماءنا وبارك الله فيهم. والله أنا لا أقل، ولكن لازم تعرف أنه مرات بدك تحكي كلام قاسي لأنه أطعن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهميشها من باب لأنه هكذا ما بقبلش صراحة. يعني أنا أنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أي تيار إسلامي لو كان فيه 50 مليار مسلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.